النهارده هنبدا اول وصفه معايا. هبدا بوصفه البطاطا بالبشاميل لكل اصدقائنا اللي حابين. هنقول الخطوات بتاعتها بطريقه بسيطه ونشوف ايه الاضافات اللي ممكن نضيفها تدي طعم مختلف عن بر. تعال نقول بسم الله. اول خطوه عندي في سلق البطاطا، انا بجيب البطاطا وبحطها في الحوض بعد ما بغسلها شويه. طبعا ما بغسلهاش على طول، بيبقى الطين او اللي حواليها بيبقى صعب شويه، فبسيبها شويه في منقوعه في ميه. وبعد مثلا ربع ساعه باجي بمسك الفرشه بتاعه الخضار وابدا اغسلها كويس جدا وانشفها واشطفها واحده واحده واسيبها على مصفى تتصفى لما تنشف وتجف. في الحالتين انا لو هاخدها اشويها في الفرن هستخدمها بالشكل ده، ودايما للشوي بنقي البطاطا الكبيره اللي هي خاصه بالشوي اللي بتاخد وقت شويه في الفرن، ودايما تكون الاحجام متقاربه من بعضها عشان تطلع في التسويه في وقت واحد، لان انتوا هتضطروا تقلبوها كام طريقه في الفرن وهقول لكم بتشوها ازاي. الحاجه الثانيه لو انا هبدا اخدها زي ما انا هعملها كده، هقشرها بالمقشره زي دي، هقشر كده بالمقشره البطاطس. البطاطا عادي جدا جدا، واقطعها اي احجام احنا عاوزينها. فانا لو هستخدمها بطاطا للاستخدام عشان ما توجعش ايديكي في التقطيع، جيبي البطاطا الحلوه الصغيره اللي مش كبيره قوي، متوسط عشان ما تضايقكيش وانت بتقطعيها. فأول مرحلة عندي بطاطا مكعبات أيا كان الكمية إيه، وعندي عليها حوالي من نص كوباية مية. يعني أنا هقول لكم أنا بعملها إزاي في طريقة السلق. هنعمل كوباية مية وهنعمل عليها ربع كوباية من السكر ورشة قرفة، مكعبين زبدة. أنا لو ده على كيلو بطاطا مثلا، يعني ده لو على كيلو بطاطا. ليه بقى؟ لأن أنا ههدي النار قوي والبطاطا هتنزل المية بتاعتها ومش هتشيط. أهم حاجة إن النار تكون هادية، فأنا بدعم البطاطا. لو البطاطا مش مسكرة قوي هضيف لها شوية سكر، أهم الربع كوباية. لو هي يعني مش كويسة وسكرها كويس خلاص، يبقى أنا مش ممكن أستغنى عن شوية السكر دول. نيجي بقى نتكلم عن البشاميل. هنعمل البشاميل ازاي؟ طبعا البطاطا بتتسلق وههرسها، هيبقى من البطاطا دي شويه ميه. هنشوف دلوقتي بقى احنا المسلوقه هيبقى منها شويه ميه هاخدهم، وعندي سكر حسب الرغبه، سواء عايزه اضيف شويه او مش عايزه اضيف خالص. مكسرات برضو دي حسب الرغبه. عندي قرفه وزبيب وجوز هند. طب البشاميل نفسه الحلو هعمله ازاي؟ هقول لو عندي لتر لبن، عندي كوبايه من ميه سلق البطاطا، ودي بتتبقى بصفي البطاطا وبخليها في جنب عشان اهرسها بعيدا عن الميه واخد شويه الصوص او الميه اللي نزلت من البطاطا. عندي كوبايه كريمه او قشطه على حسب اللي موجود عندكم في البيت، كوبايه سكر وده برده حسب الرغبه، 3 معالق كبار من الدقيق، 3 معالق كبار من الزبده، معلقه كبيره من الفانيليا، بيضه وللوش بيضه. انا يعني ايه، هنبدا كده مع بعض نقول بسم الله واحده واحده. وهاخد الحله دي وهبدا اجيب كده البطاطا هضيفها هنا جوه الحله. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم هنا، وبعدين اما بضيفها هحط عليها حوالي نص كوبايه مثلا من السكر، ادعم بس كده ايه بسم الله شويه سكر مش كتير، نص كوبايه خلاص. وعندي هنا بحب احط كده في الاول حاجه بسيطه، بصوا تاتش قرفه، بصوا انا حاطاه فين، حاجه لا تذكر. وهحط مكعبين زبده خلاص. وعلى فكره بعمل القرع العسلي، هتبقى دي اول مرحله. انا هاخد بس نص كوبايه ميه بسم الله بس اهو، نص كوبايه خلاص. وهبدا اغطي على الحله دي واهدي النار عليها علشان اسيبها على الهادي، تبدا البخار يسويها كويس وما تاخدش وقت خالص، وهتبدا الريحه الجميله تطلع وتبقى تمام. اما هعدي المرحله دي هاخدها اصفي منها شويه الميه اللي هيتبقوا فيها راكدين تحت شويه بمصفى، هتبقى كده بيوري زي البطاطس لما بنهرسها ونصفيها من الميه، هتبقى زي ما حضراتكم شايفين. بصوا خاليه من السوائل خالص اهي. احنا كان اساسي لازم البطاطا، بابا الله يرحمه كان اساسي البطاطا المشويه دي في البيت، واقول لكم طريقه شويها. كنت الاول ما بعرفش اظبط التسويه بتاعتها، فكان يعلمني ان انا ازاي اولا انقي البطاطا للشوي، فتعلمت ازاي انقيها وازاي احطها في الفرن. وعاده عشان تبقوا عارفين اعملوا بس اهم حاجه عشان البطاطا بيطلع منها شويه العسل او السكر اللي موجود جواها، فويل لازم عشان تشيل ورقه الفويل ترميها يبقى الفرن بتاعك زي الفل. هنحط هنا على الصاج، يا اما الصاج
على ارضيه الفرن، يعني ارضيه الفرن تحت، وبنحطها سليمه زي ما هي بعد ما بتتغسل وتتنضف وتبقى تمام وجفت، وبعدين بملقاط او بحاجه بفضل اقلبها من وقت للتاني لحد ما تبدا تطرى وتاخد الوقت. تاخد لها مش اقل من 45 دقيقه 50 دقيقه، وساعات ساعه في الفرن. بتسخنوه من قبل، ما بيتحطش على طول، عشان تطلع مشوي. طيب نبدا بقى. اول حاجه انا عملت المرحله دي، هاجي بقى للمرحله الثانيه ابدا في البشاميل. هاخد كده نعمل بشاميل حلو. البشاميل ده من الحاجات برضو الجميله جدا، تدي طعم حلو قوي. ولو سلام لو احنا حمصنا برضو المكسرات، لو عندنا بندق، عين جمل، حاجه كده في الطاسه على خفيف تبقى جميله. لو عندنا جوز هند متبقي عندنا واحنا حاسين ريحته مش قوي، ادوله تشويحه في الفرن خفيفه، بيدي طعم وبيطلع نكهته وبقيه الزيوت اللي فيه، بتبقى طعمه روعه وينفع في الحاجات اللي زي دي. طيب هاخد كده، بسم الله، هاخد كده حبايبي معايا اول حاجه الزبده والدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، زي كاني بعمل بشاميل عادي خالص، مفيش فيه اي حاجه، بشاميل حادق يعني، بس الفرق ان انا هنا بضيف سكر وفانيليا. بسم الله، ادي كده معلقتين من الزبده كده، هحط عليهم او ثلاث معالق من الزبده عليهم ثلاث معالق من الدقيق. اوكي كده، بصوا، وهنبدا ايه ندوب. رشة القرفة اللي حطيناها مع البطاطا دي بتدي نكهة جميلة، وتاستا كده ايه، لا هو منه حاد ولا منه محسوس قوي، بس ما بتشعروش بيه قوي للناس اللي مش بتحب القرفة، لكن لو مش بتحبوها ما تحطوهاش. احنا معانا تليفون، معانا ام اسلام. صباح الفل. صباح الهنا على عينك يا عمر. صباح الفاتوره عندي. يا قلبي يا قلبي، ابعتي الفاتوره فورا يا روحي. قلبي يا ناس، والله يا قلبي عقلي يا ناس. يا رب سعيدك يا حبيبتي، وتحيه لكل اهل المنصوره اللي انت في ضيافتهم حاليا. بصي يا حبيبتي، انا يعني عايزه اشكرهم فعلا من قلبي، اهل بكرة في المنصوره. بقول لك اهل كرم، مش قادره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بشكرهم جدا، وعايزه تهنئه بقى من خلال برنامجك وانت تهني بقى طبعا. اتفضل. عريسنا الغالي محمد محمود العزب، وعروسته حبيبة قلبنا نيفين فكري. ايوه، اقول لهم الف مبروك للزواج بزفاف السعيد النهارده. ما شاء الله ما شاء الله. وعايزه اهني الحاج محمود السيد العزب والده، وعمه الحاج محمد السيد العزب، والبشمهندس احمد فكري، والاستاذ رضا غبريال. بقول لهم يا رب يتمم لهم على الف خير يا رب. آمين. مش قادره اقول لك بجد محمد، يعني عندي بجد زي اسلام يا حبيبتي. يا رب الف مبروك لمحمد والنيفين يا رب. يا رب. وعايزه برضو اهني عماته الغاليين واخواته الجمال، بناتيت حلوين قوي والله عظيمه ما شاء الله ما شاء الله، وبجد حاجه مش قادره اقول لك، يعني ربنا يهنيهم يا رب ويسعدهم. ووالدته الغاليه مش قادره اقول لك يا عظيمه، ست ايه في كتاب ما شاء الله ما شاء الله. ده بيبقى من حظ العروسه بقى، من حظ العروسه ربنا يكرمها يا رب بحاله جميل. زي ما هو من حظ مي اهو، زي ما هو من حظ مي، ربنا يخليكي ليهم يا رب. يهنيها نيفين ومحمد يا رب ان شاء الله. امين امين. وبقول للحاج محمود ووالدته يا رب يتم لهم على الف خير، وقبل ولادك حبيبه قلبي. امين في حياتكم يا حبيبه عمري. امين 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 يا رب العالمين، ربنا يسعد كل الناس، والف مبروك ليهم يا رب. وبشكرهم انهم فعلا امبارح الحقيقه كلموني وقالوا لي احنا عاوزين حاجه تجينا يوم، وكانوا داعيني، بس انا والله يعني ان شاء الله نجي لكم في مناسبات الافراح، يا ربنا يكترها ونبقى متواجدين ان شاء الله في اقرب فرصه. معانا كمان تليفون بقى من صديقه عزيزه علينا، هي بقى لها فتره مشغوله بقى في الحاجات والوصفات الحلوه بتاعتها ونسيتنا، وبعدين لقيتها بعتت لنا على الصفحه وانا ما اقدرش اتاخر عنها. مدام كريمه من اسكندريه. مدام كريمه قلبي. يا حبيبه قلبي. صباح الفل. عامله ايه يا حبيبتي؟ الله يخليكي يا قمر. طبعا بجد انا عايزه اشكرك، يعني برغم مني انا مشغوله، بس على فكره بتصل، ودايما التليفونات كمان بتبقى بس مشغوله من كتر الحبايب. ده من سوء حظنا والله، ده من سوء حظنا احنا. هقول لك على حاجه، انا اولا واخيرا انا بفرح جدا جدا لان انت حد مجتهد وشاطره، وربنا يزيدك من حبايبك كمان وكمان. امين. دي حاجه بتسعدني على فكره والله العظيم يا حبيبتي. بيبقى من سوء حظي انا كمان ان انا ما بعرفش ان انا اعمل مداخلات، بس والله بجد متابعاكي ومتابعه انت قد ايه مهتمه بكل حبايبك، وكل اللي بينزلوا لك الوصفات
وردك السريع جدا جدا، انت يا وطول حبيبتي البرنامج بجد حبيبتي في منتهى الاخلاق والكرم، سواء انت او هم، الله يخليك. بجد كل التحيه ليكي وكل حبايبك ومتابعيكي، حبيبتي ودايما كده يعني مجتهده، ودايما تنزلي وصفاتك، ودايما انا بعمل نفس على فكره الوصفات وبنزلها في سفره ما شاء كريمه، الله. عارفه علشان والله يا حبيبه قلبي، علشان الكل انت يستفيد. انسانه جميله وحاجتك كلها جميله والله مدام كريمه بجد. ربنا يخليك، احنا ربنا بنتعلم يوفقك برضه منك، ويسعدك يا رب ويخلي ربنا لك ابنك يخليك يا حبيبتي. والله بصي، زي ما انت دايما كده يعني بتعملي خير بكل وصفاتك والحاجات الجميله الصحيه، فربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا، امين انت امين. واولادك وكل اللي بيساعدك، لان انا عارفه ان انت برضه مشغوله، واكيد طبعا كل اللي بيبقى معاكي انا بقدم له كل التحيه والشكر يا حبيبه قلبي، ربنا وكل سنه يخليك يا وانت حبيبتي، طيبه. وانتي بألف صحة وسلامة وسعادة يا رب العالمين. متشكرة جدا لمداخلتك ولاتصالك واهتمامك ومتابعتك لينا حبيبتي والله، شكرا جزيلا، وشكرا لأمو إسلام، وشكرا وتحية لكل حبايبنا في المنصورة والله، وربنا يجعله يوم سعيد عليكم يا رب. عايزين برضو بمناسبة بقى المناسبات السعيدة، عندنا زميلنا أحمد الشرقاوي هنا الآي تي خطب، فعايزين نقول له الف مبروك يا احمد، والف مبروك لعروستك، وربنا يا رب يتمم لكم على خير باذن الله، يجعلها زواجه العمر وزيجه صالحه ان شاء الله، يرزقكم الذريه الصالحه باذن الله. بصوا بقى هوريكم هنا، بصوا البطاطا بدات هنا اهي، انا هقول لكم حطيت حالا ايه قبل ما نطلع الفاصل. بصوا البطاطا بدات ايه، خلاص تستوي، والريحه بتاعتها بدات تبقى جميله جدا جدا. المكعبين بتوع الزبده دول بيدوا كده طعم، لو حتى مش حابين تضيفوا في البشاميل هتبقوا شويه الميه والصوص اللي هنا هيبقوا حلوين قوي، ما ترموهمش، ممكن يغنوكوا عن انكم تحطوا سكر تاني في البشاميل. انا حطيت تقريبا هنا ربع كوبايه وهنا ربع كوبايه واكتفيت بكده، لان البطاطا طعمها حلو. انا عملت ايه في البشاميل؟ اخدت 3 معالق من الدقيق مع 3 مكعبات من الزبده، شوحتهم مع بعض، ضفت اللبن، وبعدين نزلت عليه بشويه من الكريمه، وخدت كوبايه من الميه بتاعه سلق البطاطا، وهكذا لو في القرع العسلي على فكره، لو حابين تعملوا نفس الطرق بس في القرع العسلي. هبدا بقى ادوب كده شويه لحد ما البشاميل، انا لا عايزاه تقيل ولا عايزاه خفيف، انا عاوزاه متوسط ما بين الخفيف والمتوسط، عشان يتسقي ولما يقعد يبقى كريمي ويبقى حلو، يعني ماسك نفسه لكن مش تقيل ومنشي قوي كده في المعلقه وانا باكله. هشوح كده في طاسه المكسرات شويه كده على النار، حاجه خفيفه سخنه نطلع زيوتها، وعقبال ما البشاميل يبدا يربط معايا هستسمح حضراتكم فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نكمل باقي وصفاتنا، مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. بصوا انا حطيت جوز الهند، اديله تشويحه كده نطلع ايه الحاجه الحلوه اللي جواه، وجوز الهند والاسفل عين الجمل، وهنا بصوا الصوص بقى عامل ازاي، بقى كريمي خالص، بس انا برضو مش عايزاه تقيل، عايزاه بالشكل ده عشان لما بيقعد بيتقل شويه. هوري حضراتكم قوام، وثانيه واحده بصوا اهو شايفين القوام، لا منه تقيل ولا خفيف، يعني اعمل كده، احنا اتفقنا الاتنين ما يجوش على بعض اهو، بصوا كده، بصوا الجمال، بصوا عايزاه خفيف خالص، يعني ايه بين الخفيف والمتوسط. طيب هعمل بقى كالاتي، هستسمح حضراتكم، هرفع دي بسم الله، هروح هنا وايه هاخد كده الزبيب، هنا عندي هنا نقطه من الفانيليا هحطها، نقطه واحده مش كتير عشان دي ريحتها قويه، وهشيل بقى الواسك ده هنا وهقلبها كده تقليبه. هعمل اول حاجه ايه بقى، هاخد البايركس، خلي دي كده، وهجيب البايركس بسم الله، هاخد ممكن يبقى بايركس اكبر من كده، هاخد الاول كبشه من الايه، حاضر، من الـ من الـ البشاميل الحلو اللي احنا عملناه ده كده خلاص، وبعدين هاخد من البطاطا كده بسم الله هنا، ونبدا ايه ننزل كده شويه، هنعمل رقين بينهم في النص مكسرات بسم الله كده عشان تبقى بس من تحت ايه، وبرده بنفس الطريقه لو هنعمل زي ما اتفقنا القرع العسلي. ومعانا مدام سهام، يا اهلا وسهلا،
اهلا بيك، ازيك يا حبيبتي؟ ازاي حضرتك مدام سهام، عامله ايه؟ وحشاني 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 حبيبتي، حضرتك اكتر والله. عشان ما بتتسكيش بيا عزيمه والله. انا اقدر والله، ابدا والله ابدا، انت دايما في بالنا مدام سهام والله، وما تزعليش من عيني اكلمك مخصوص والله العظيم. تسلم عينيك يا عزيمه، ويلي حاجات الحلو والجمال ده. يا حبيبتي ده جمالكم انتوا والله، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. بقول لك يا عزيمه، اتفضل. عايزه مقادير الكرواسون اللي انت عملتيه. عينيا انزلها لحضرتك حال. عشان قلت الاحلام تنقل وما نقلتهوش، حاضر. ده من ليه؟ نهار ابيض، ده احنا عنينا المدام احلام ولحضرتك. تسلمي تسلمي يا حبيبتي. عينينا ليكوا، حاضر من عينيا حالا، روان تنزله لحضرتك. تسلمي يا مدام سهام، وتحيه لمدام احلام حبيبتنا والله. حطيت شويه زبيب، الجوز الهند بيطلع ريحه حلوه قوي. هاخد بقى هنا طبقه تانيه كده من الايه، من البطاطا على خفيف كده، وهسيب شويه علشان معانا حبيبتي مدام روحيه. اهلا عظيمة. اهلا يا عظيمه، اهلا وسهلا حبيبتي مدام روحيه. انت اللي حبيبتنا يا عظيمه، يا رب يخليك. ان انا سمعت صوت الحبايب كلهم، يا حبيبتي يا حبيبه قلبي، واحلام تكلمنا دلوقتي، ربنا يبارك فيك ويكتر من حبايبك يا عظيمه يا رب. امين امين يا رب، ويخليكوا ليا في احسن صحه واحسن حال. ربنا يخليكي، وتسلم ايدك على البطاطا الجميله اللي بتعمليها دي. يا حبيبتي تسلمي يا رب، صراحه حلوه حلوه فعلا يعني. يا حبيبتي بس مش عايزه اتخن. لا ما هي مش بتخن قوي يعني. قوليلي يعني حته صغنونه كده مدام روحي. خلاص اعملها واكل حته صغيره. يا حبيبه قلبي دايما عامر يا رب. وربنا مبروك لمحمد يا رب كده، يتمله على خير ويفرح الناس كلها يا رب. امين يا رب العالمين. ويفرحك باولادك يا عظيمه، ومرزوق يسلم عليك. هو مش انا كل ما يجي يقول انت كلمت عظيمه، اقول له ما بتجيش مباشر بقى لها كام يوم. يا حبيبتي سلميني عليه كتير، تحيه ليه ولحضرتك ولكل الاسره والله. وبقول له يعني ربنا يخليه لي، كان عيد جوازنا الشهر ده. يا رب يبارك فيكم يا رب. رب دايما موجود يا فندم، ودايما معاك يا رب. تسلمي ويخليك لاولادك عظيمه يا رب. امين يا رب العالمين، ويخليكوا ليا مدام روحيه، متشكره جدا على مداخله حضرتك. انا هنا بدوب بيضه، حطيت رشه فانيليا عليها، وهاجي هنا هاخد شويه من هي طبعا فيها كريمه، بس ايه للي حابب يعني، هاخد كده شويه من البشاميل عشان ايه نبدا نخلطها زي ما بنعمل في الخليط بتاع المكروني بالبشاميل، نفس الفكره. هعمل كده، وهي طبعا عليها شويه الفانيلا اللي احنا حطيناهم، ريحه روعه كده. وعايزين تعملوا بقى طواجن صغيره، بصوا انا ممكن اعمل ايه بقى، هعمل كمان شويه هنا، هاخد كده طاجن صغنن يعني، خليني بس انضف حروف القالب ده. طبعا هي كل حاجة مستوية، يا دوب هتدخل تاخد لون، تطلع بقى بالشكل الحلو اللي حضراتكم حابينه. نضفوا البايركس عشان يفضل نظيف وحلو. هعمل كده في الطاجنين الصغننين دول، ممكن تبقى طواجن صغيرة لو حابين، حاجات صغنونة كده. معلقة برضو من البطاطا هنا، وانا بقى بص هصب هنا شوية بشاميل على شوية اللي تحت دول، لان الطاجن صغير. فانا ايه هاخد كده هنا، هعمل كالاتي بقى، هنا الوضع هيختلف شويه. هاخد بقى معلقه من البشاميل ده كده هنا، حاجه بسيطه كده الاول، وخليني ارفع. حلت بقى البطاطا دي خلاص هنا، وايه واخد بقى شوية مثلا زبيب هنا، وشوية عين جمل، ولو في بقى أي حاجة حضراتكم حابين تحطوها تاني غير كده مفيش مشكلة، على حسب ما تحبوا. طواجن الصغنونة دي برضو بتبقى لطيفة جدا الحقيقة، سوداني بقى أي حاجة انتوا حابينها. وبعدين هاخد تاني معلقة بطاطا كده على الوش، والباقي هيبقى بشاميل. هيطلع طاجن يجنن حلو قوي، شكلهم كمان بيبقى حلو، وميزه ان هم حاجات صغنونه يعني واحد ما بياكلش كتير منها اهو.
البطاطا بقى لو عايزين نشويها زي ما حضرتك، هاخد بقى من هنا اللي على الوش اللي انا حاطه فيه البيضه اهو كده، اللي فيه البيضه كده، وطبعا ما بملاش الطاجن قوي عشان يبقى فيه مساحه للبشاميل اللي من فوق ده كده، واديت اللي تحت برضو طعم من البشاميل عشان ايه يبقى برضو وانا باكل البطاطا فيها صوص لطيف. همسح بس كده اطراف الايه الطاجن. احنا معانا كده بقى الكرواسون اللي طلبته مدام سهام، هننزله حالا وانا هدخل دول الفرن. بسم الله، هنا يا دوب ياخد لون تحت الشوايه. صوروها بقى حضرتك بالموبايل عشان ايه تفضلي محتفظه بيها. ادي كده الشوايه، وهاخد دول مثلا على صينيه ولا خليهم لوحدهم مش مشكله. تعالوا بسم الله، طبعا يفضل على طبق فرن ولا حاجه كده هنا، واهو كده اهو انا مش يعني عشان حضراتكم تشوفوه تحت الشوايه، شوايه وشوفوا البشاميل نزل ما بين البطاطا ازاي، بيبقى جميل جدا لما بتسقع بتبقى حلوه، لو مسخنه بتبقى حلوه كمان. انا حطيت شويه كريمه مع البشاميل، فحتى لو ما حطيتوش البيضه هتدي لون وكده، بس هي البيضه بتدي غنى شويه كده وتفكرنا بايه بالبطاطا بتاعت زمان بقى، بتاعت اهالينا زمان.